أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر. آمين. وبعد بيارمتي خواي جل جلاله لجلسي سيصد يكين لتدريس كتبي الفقه المنهجي جلدي سوم لا فريق جاونو كما كان لسر كتابي بيوعين مبحثي الربا فرمي أنواع الربا وحكم كل منها. أنواع الربا كان شون وحكم هركام كيشيان شيئ. أفرمي حين يبحث الفقهاء في التعامل الربوي يبحثون غالبا في بيع الأموال الربوية التي مر ذكرها بعضها ببعض. أفرمي كاتك وفقهاء لبحث تعاملي ربوي معاملي ربوي بحثكا غالبا لبيع أموال ربوي بحثكا، يعني أموالك جنسيا لجنسي ربوية أو جنسيك ومر ذكرها بيع بعضها ببعض. بعضك يعني بعضك تربفروشين شيء داخل الرباء بن يانابن، مثلا ثمنك بثمنك، طعامك بطعامك، ثمني بطعامي، أمانة وزعيان شونة. من حيث زيادة أحد البدلين على الآخر لم روانغا وسيري أكن يكي لدو بدلك، مثلا تو طعامك قنمي أديب برنج، آيا أما كيلو برنج أكاب دو كيلو قنم ربانية يا رباية، كيلو قنم دو كيلو قنم رباية يا رباني، أمانة زيادة يكي لدو بدلك لسر أو كيتريان. ومن حيث وجود الأجل في التعامل وعدمه، أما فزيك بحث زيادة تماشا أكن دو أجل آياتو إجيك بلا كيلو برنجم بيبا بدو كيلو جنم صحة دو كيلو جنم أكو بوتيرم باو شرطة صحة بوتيرم أجل داني أما. وكما يعلم من تعريفهم السابق للربا، أروكو لتعريف سابق الربا دهات وتيان شي وتيان عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما أو تعريفكم. وبناء على ذلك يقسمون الربا إلى أنواع. ربا لأموال ربوي تقسيم ببسين نوع لمذهب إمام شافعي، يك ربا الفضل دو ربا النساء سير ربا اليد. ربا الفضل شيء، ربا الفضل أي الزيادة، يعني الربا زيادة، وهو بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين. عبارة لفروشتنو معاملة كردني مالكي ربوي بجنسي خوي، بجنسي خوي يعني شي جنسي خوي، يعني مثلا اگر برنجة ببرنج بدي، قنمة بقنم بدي، بجنسي خوي لقل زيادهك لك لدو عوزكيا، كأن يبيعه مد قمح بمدين منه. مثلا مدك مد يكتوارمي ساعة كمعمولا يجن شي دو مشتي إنسانكي متوسط القامة، مدة مدك لقمح جنم بدي بدو مد لخوي، أو 100 غرام من ذهب بـ110 منه أو أقل أو أكثر، 100 غرام لطلا بدي بصدو ديا بنودو بانج بهر تندك. أمانة في جن ربا الفضل. ومعنى الربا في هذا النوع وهو الزيادة ظاهر وواضح. معنى الربا لم نعك عبارة لزيادة واضحة، تو كيلو يدي بدو كيلو. وهذا النوع من التعامل محرم وممنوع، أما إجماعي البتاء إجماعي لسرنية وتنقرك مبيجم إجماعي لسر، إجماعي لسرنية لكونو إجماعي لسرنبو، لكونو لدوري صحابة إجماعي لسرنبوه، والله مدوا ترفق هاي أمصار إجماعي أن لسر دام زراوة ابن عباس ولا ابن مسعود يكودو سينا فرك للتابعين أميان بالربا نزاني، وابن عباس فرمايشه كي في غنبري خواز عليه الصلاة والسلام إنما الربا النسيئة، فهو يجي شي يجي فقط ربا النساء رباية ربا فضل قيناك كما يكلي آراء الشازي ابن عباس شون أحاديثي صريحي في غنبر عليه الصلاة والسلام الخلافي هو. وبعدين يجي فقهاي أمصار يعني فقهاي شاركان مذاهبي أربعة وغيره اتفاقي نزريان أزلم بابته على الآن مجمع عليه كما إجمع إلى سرئيسة كحرامة. هذا النوع من التعامل محرم وممنوع للنهي عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بشي استدلالي كذبه حديثي تر إنما الربا النسيئة إنما حسرة،
إنما الربا النسي أو تيسي حسر جيني والله أم ببي بوني رواياتي كترو حسري حقيقيني. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ابن مسعود شرم قسيكر دويسا شبس أم روايتاني شيئا في قيوة واقعا ولي بنوعي كتر حمليان كردو بنوعي كتر برداشتيان كردو تفسيري كتابتيان بكرتو وتو يعني شبس أم مثلا زري عزبو أو كتريان دانا وآوا فهميان كردو بيشون بعيدة أم روايتانيان هربين قيبيت. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. في غمير إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام تلا بتلا مفروشن مقر مثلا بمثل يعني برابر بن لوزنا ولا تشف بعضها على بعض تشفوا الأخوار يعني لا تفضلوا بعضي كان لسر بعضي كتر زياد مكان ما وانا بيتو صد جرام بدي لبرامبرا صد وبنج جرام بقري نا. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل نقريج بنقرة أو يج مثلا بمثل بيت ولا تشف بعضها على بعض واضحة. الورق الفضة يعني نقرة ولا تشف يعني لا تفضل والشف يطلق على الزيادة والنقصان فهو من الأصداد كلمة أصداد كلمة كدو معنى أدا معنى كان زديك هل دو معنى جدا الآن ند ند هم معنى الشريك هم تا أدا هم معنى زد أدا وكوشف. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. أفرمي تلا بتلا نقرة بنقرة جنم بجنم جو بجو نمك بنمك يا خوي بخوي أمانة بي مثلا بمثل بيت وكو يكبي أجا كيلة هم كيل بن أجا وزنها هم وزن بن ويدا بيدين يجبيت يعني شي تو أيدي بلا فاصل لمجلس أقدكا الترفيش تحويلي تويبا. فمن زاد يعني كسي زيادة بدا أو استزاد يعني إضافة ور بقريت فقد أربع تو كيلو يغنمي داقة تو بيكيت كيلو يكو پنج جرام زادة أو كيش كيلو پنج جرام كور بقريا طلبك أمر رباي كردوا الآخذ والمعطي فيه سواء. أها لبم حسي الربادة جيرندو دهنديج ميزانا هل دوجنا بارن فكابرا بيجي خو من ناي خو من أيدا بكابرا قيشي كبابيوا جنا باري تونشو شون ربات كردو تكي كابرا تقرير لسر جناح. والروي مثله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولا عبرة في هذا لجودة النوع أو رداءته ليرا اعتبارك بو جودي نوع باجبوني نوع اكي اخرابون اكيني مسا علان تلاي هجد عيار لقل تلاي بيسو چوار عيار زانين تقريبا اتفاقي نزري نزل ليرا يك جنس حسي وبن لما بحسي الربادة تو تلاي هجد عيار بقوري تو بتلاي بيسو چوار عيار ابي وزنكي يكيك بيت انت ما شان ناكي اما بيسو چوار عيار وخالصة اما هجد عيار وشي نخالصة عين چون لولا اسا الرواية ما نسكت خرماي باشي درجيك با خرمای خراب به یک جنس حسیون طلاقی جواز نقرکی جواز از ما دقتی لسر بکن لکتیب نظریه النقودی فی الفقه الاسلامی المقارن تالیف الدکتر ریان توفیق خلیل لا پریس سد و حفتاون و افرمی معنای آواسه مبادله الذهب عیار 21 یا 21 21 بذهب عیار 18 باعتبار القيمة محرم باتفاق العلماء بل يجب أن يكون باعتبار الوزن يعني تبيجي أم جرام ترى با دقرم لطلاي هجد عيار بين بهجد جرام لطلاي چي نا وقت تو طلابة طلاء دي أبي يقم وزن بن أتواني طلاقي خد بفروش بشتي كيتر دواي بطلاي أو بسينة نا أبي جاكار بفروش بيجي چي بيجي من طلاقة مدام بد مثلا تمان إجابة وتمانة طلاق تواسين يا طلاقة مدام بشتي كتير جاي صح حديثك أجبكين الليل رب هما ب يعني صراحة في غمري خو عليه السلام مش تاني نهي كريجة كديارة مبحثك بيشتر تعبوديجة
مبحثي الربا لم كالاندا أكثر علماء أفرمون أصل ما ستيانا أمان التعبدين. تعبدي يعني شي؟ يعني علتك واضحي بوئمتياني. نعم، إما اجتانك شريعة دايني أغن يا واضح العلة التي إما درككين فنوتي أكاربك إما زين علتي وص يا نا علتكين نازانين حفت كردوري كعبة توافك علتكي شي يعني بوشي إن كيشي حكمتكيشي نازاني تعبدي بيجن ليرة تسليمي أصلا لإسلامه تسليم بون بس وقت وارد بوي ما تسليمي أبين إسن ليرة تماشاك فز اعتبار بو جودة ورداء دانا ديك أبرا يجي من زرارك بابا كي زوري لك بدو عزيزك برو إن كي خود بفروش بفولي خود بدواي أما بسينة هل يبون إسن ممكن أبرا بيجي دي خيشيك با مستقيم بدا بأو باقي باتو دقيق للفظ حديثي صحيح بخاري همان اللدوس صفيتر قين الله يبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمتي إجازة نية برو أو بفروش ببول دعي بأم بسينة أجر أو جائز بوايا رسول الله عليه الصلاة والسلام لحمو كسي عاقلتر تلصوصتر فرحمتر خير خاهتر رحمة للعالمين أو أي فرمو قيناك كرة وتوي سينو نكرقا بيدو بيتير لولا فزنا دقتي لسرك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من يجنك تتان لي رحزة كم بو إشارة بكم كم بارز بكم وبارز كابرين لزمان يمتي مثلا أقل قراس جي نيانزاني والسلف وعلماء مذاهب نيانزاني وشافعي ومالك وانا وانا نيانزاني أم نفره لكم حالة خارجني يا تصوري كي زور زور من الله نهز لباري أم علماء تاريخ إسلامه يا واقعا منحرفة أما هو أزاني مثلا شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأمهم وزانا لتاريخ الإسلام إنسانا لي كم أقل حالنا بن دين شيء حالنا بن حكمة شيء نحن زاني شيء بشيء ده حالك أمانا جيرترين وأقلترين إنسانا لإسلام جيرترين وأقلترين إنسانا لإسلام جيري وأقليج لهر شوينكا بجور دركوي لشوينكا خلا أفرمي إبراهيم خليل كركت بير سريبور ربومن جيري وعقلي وستسليم بيتو سريبوري لشوين كافرمي وكارا نكي جيري وعقلي وسنيكا لشوين كافرمي وكارا بكا أو فيجن جيري وعقلي بو جيري وعقلي تو أقلي خود أقلي خود تار رديك تواني أقلي تسو تصوراتك تسو بتجربياتك كسبت كده خاص أخرى سبوك سنجينة كي تسميم يجري خواي عالميان جل جلاله كظلم لكلام يعني كجيو معوجي لكلام يعني علمي كاملة حكمتي كاملة خير ورحمتي كاملة أبو بندكاني بفرمي أمكارك من بوتو خاصرة عقل جيشي بيرين خوارتر بو تقريب إلى الأزهان كين نفر نخوشة حر نخوشة يك بقري أروابو لأي دكتوري يك دكتور دكتوري كي متخصص من إجي كاكا أمش سمخو بو نخوشينك وخراوة اگر توز عقلی به اجی دخو قسکی او متخصص ای اگر یسه مجمع متخصصین همی وابجن اتفاق متخصصین ایت او عقل او سبج تو ای کس کوا خالق ام متخصصان سو خالق تخصص کسو خالق بیماری کسو خالق همشتکس کی جواب کچی ایت او عقل تو اجی تسلیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين او فيجن ایمان أساسي إيمان لسر تسليمه أساسي إيمان لسر تسليمه وهركا سي إيماني تسليماني بيت إيماني قوي ترتا أو كسي كتي تسليم نبي مقر بحكمة هو تزلزل إيماني قال أولم تؤمن قال بلى إيمان مهز ولكن ليطمئن قلبي قريك مفرط ربزانم فزوت قتل شركا أميشة موضوعاتك بيشتري تعبدية مبحث الربا ما بحسي الربا زانانا فرمن زوركي علتكي بوي موازحني بتاعتك مثلا يسمى ممكن هيرا بو تقيشيكا ديبرا با أم طلاي أولا بازارا بولي فرتركا هاري يسا طلاكي بيبا وباقيشي بيباتو دروزني تازا أرواتا ناو چبسا الربا دو قوليج اصطلاحا دواتر وإن شاء الله أقين الله خب لا تشف بعضها على بعض ولما رواه البخاري والمسلم ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
جاء بلال هذا قد كان جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني بلال بصاعق لخرماء يا تمري برني تمري برني لخوارج نوع من التمر هو أجوده نوع لباشترين خرماء كان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا أمتلك بها أردوة قال بلال رضي الله عنه كان عندنا تمر رديء إما خرماء خراب مانبو فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم ها صاعك لو برني مسند دو صاع لم خرما خرافم دا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل عين الربا أما الرباس ميكة تنكارمك أوه إجيتي كلمة توجع وتحزن يعني يوكو بيجي كاري خراوت كذشتي وامك عين الربا أي هذا حقيقة الربا الممنوع بس كوابو دقتك شو بس عيسى أقد دقتك حكمتك إمامي علتك إمامي شافعي دري هاوردوه والله أعلم داسي وسطي خال يعني توكو تيرندازك وسطي خالك أقريت نظر دعك على وسطي أوه كتو دقتك اللي را مبحثي أميك أما الطعام وكوتكي بشرية طعامك فرقني بيني أم خرمة أو خرمة هردو هر تيركا هردو هر أول لزتا هردو أو بحرام نوعك أو إني هاتيا شرع تيسي ما دام أو حكمتك بوي دروس كرياغ أمين الطعام بونو تير كردنا يا نازان چيه أبي يقمي زان بن شو بسا مسال أما حرش العرزم كالأمانة حموي مسائلي كنك چي مسائل لكن كي بشر باجتهاداتي خوي فيها قا ولا يبي دقتي زوركين لخو مانو اللت نتراشين ديوك قويش كما دابا خطبية كلمة مساكن لنجي جمعة ايود بو سربرين اشي بيجي بسم الله وتد بسم الله الرحمن الرحيم اتدروزني او حيوان سربوري بو خوي حكمتي كي درها وردو شو مختبتو يجي بسم الله الرحمن الرحيم اتناوي الرحمن الرحيم اتبرد او حيوانا بالرحم في كيسري نوري دائما وكوزا بيجي اي باشا بخواردن شي بيجي بسم الله سنته بيجي بسم الله الرحمن الرحيم الي راتشي ام الرحمن الرحيم اخبو تشي بخمانا تشد اتاشين دائما لجمعيك شابياني كا بانصنة في الاي بي سنو كاكا بيجي بسم الله الرحمن الرحيم سر هروري ولي لفزي سنتك بسم الله اتي تبو خود لخوتو تشد در ميره أمل لبرونا والرحمن إيه باش خدي اسمي الله متزمني اسمي الرحمن نية متزمني اسمي الرحيم نية متزمني اسمي الرؤوف نية متزمني جميع أسماء وصفات إخواني منظور لخوانا حكمة علة درنيري تسليم برا برني نوع من التمر هو أجوده أو يشكه عين الربا حقيقة الربا الممنوع وكذلك لا عبرة للصنعة في هذا إذا أنا نكتي كتير مثلاً لا عبرة للصنعة في هذا تلاي كابرا بردوسي أم تلا استلاهن شكراوة كاري تكريا كردوسي أنجستيلي كردوسي خرخالة كردوسي قشواري كاري تكردو خو حق دسي أو كاريش ها أتو تواني بيجي بوزني خوي تلاي بيبمو أندازة زيادة ليجي بيبم بخاطري حق دسكي ها لا عبرة للصنعة في هذا لراء اعتبار بو صنعايا صنعتك دانان ريت يعني تشي ادنرخي بيشك نرخي كاركك كبدويتي لو اينا دا فلو باعه ذهبا مصوغا بسبائك وجب التماثل بين في الوزن بين البدلين اگر طلايكي مصوغ يعني تشي شكلو شواس بدريا شكلو بدريا كبدويتي قوشوارا كبدويتي نازان بخرخال كبدويتي هرچي بسبائك سبائك تشي سبائك جمع سبيكس تي كتلايا تي كنقريك مزاب كريابي تو كرابي ناو قالبك إسان شمش قوركي تي بيجن شمش قالب هاي كي تي تلاو نقريك كراو ناو قالبان إسان شمشي بيجن يهاتي تلايا كوا مصوغة يعني تي كاري تي كرياغ استلاحان زريف كاري تي كرياغ وساي لسري كاري كردوا لقل تلايا كي تلايا كي هيج هروها قداخت كرياغ وقالبي لدروس كرياغ هيج أما واجب تماثل لوزن بين دو بدلك وامتنع أن يكون أحدهما أنقص من الآخر ممنوع يكي كيان شي بيت
لو كيتر كم تربي بيجي أما كاري تكردو أما أجرتي إصلاحا أجرتي كاركي هسبا كم لم وزنك كم وكين لما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل نقريج بالنقريه طلاب طلاب مثلا بمثل فإن الورق يتناول الفضة المضروبة وغير المضروبة وغير المضروبة يتناول الفضة المضروبة وغير المضروبة وضربها صنعة لها ورقها للفظ حديثك إذا ما شاء خويا ما فرمايشي تابعين صحابة ما ناس ولي سعيك كذا لحديث بيرتوبه ما حديث قوي ترى ورق نقرس نقريك كراوس كتشيه أما نوعك كاري تكرياجه سكبو كاري أن تكريو نقش كشيء أنا سر كشاجه ليرج أبي شيء بيج ميزان بيت وضربها صنعة لها درس كردني سكا خوي بخوي شيء صنعة لموتى إمام مالكه بس ندي حسنه مجاهد بن جبر روايته كافر مي كنت مع عبد الله بن عمره فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك أفرمي نفرهات خزمتي عبد الله صائغ سازو وتي من طلاخا سكم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه أمي خاسم كردو حقي أجرتي تيك أكويت أما بشيء كم ب بيشتر لوزني خوي إيدم بشتي كتير لبرامبري أجرتك أشتي أجرم فمش توامك لحضرة عمر جم وارد بوا إلا سنني بهقيا واردة حضرة عمر أم نهي كردوا فمش دروزني أي شيء بك أما بشتي كتير بفروشة بيجا أما برا من إيدم بشي إيدم بو هنا البته ابن تيمية وابن قيم قوى رحمتي عنك قولي كان زيرا وتيانا المصنوعات الذهبية والفضة المباحة الاستعمال كالخاتم والحلية للنساء بأكثر من وزنها ذهبا أو فضة وتيانا جائزة رعاية للمصلحة ولحاجة الناس إلى ذلك بلان تقريبا مذاهب أربعة اتفاق النزرية زي سلمك جائزني ما دقتي لسرك فزمام نكتة الثاني ربا النسائي ربا النسائي رباي دوم رباي نسائي في أجل أي التأخير رباي تأخير وهو بيع المال الربوي بمال ربوي آخر فيه نفس العلة إلى أجل فروشتني مالك الربوي بمالك الربوي تر حر أو علتي تياب يعني يا طعم ياتي ثمانية إلى أجل برنجي بدي بغنمك بيجي من غنمكت دور رجي تربيدن طلاب دي ببول بيجي من بولكتي مانجكي تربيدن ولا فرق في هذا بين أن يكون المالان من جنس واحد أم من جنسين مختلفين لا فرق ناكا ليك جنس من يالا دو جنسي مختلف أو بتلا دو جنسي مختلف منظوري چيه علتك يا مشترك بي أقا علتي يا مشترك نبو إت مشكل نية تو طلاب دي ببرنج حج مشكلة جنن لا يدن بيدن لازم نا في الاصلاح في المجلس يجي لازم وحج طلع كمان جاكي تربده ولعلتي مشترك بو طعام بو بطعام ثمن بو بثمن أبي أمر رعاية بكري وسواء أكان متفاضلين أم متساويين يكسانا متفاضل بن يا متساوي بن خدي نساء خدي تأخير خوي بخوي يكي لأسباب الرباس بل خوي بخدي تماسل وعينش أسباب يكي تربو إذا كابرا ممكنة كيلوه غنم بدا بكيلوه غنم تماشا فروش نقرز أي درس من الله يتوى كيلوه غنم قرز بكام قرز تعريفي شرعي قرز مشكلة قنية وقت يكي تر كيلوه غنم وبوتير درس هزارت من الله قرز كام بغي وقت يكي تر هزارك وبوتير درس سكيك ولا قرز كام يعني سكيك كام بيبي من سكيك وبيرمو هل سكيك أخوي أما معاملني أما قرزة أما بيجم كيلوه غنمي ما يدشت مز بكيلو جنمي باوة كيلو جنمي كي باوة من صحة في ودن أما تماثل هي ولتأخيري تيابو الرباس الرباي النسائي تكوت مثال ذلك أن يبيعه مد حنطة بمد حنطة أو بمد شعير أو بمدينها يق مد حنطة بدا بمد كي تري حنطة يعني جنم يا بيدا بمدك شعير يا بدون مد لشعير يعني إيراد جنسك يعني علتك يعني كيك علت تيبو طعام
إلى شهر تمام كتير يبيعه نا يقرضه ها يبيع ما دقتك أو يبيعه 10 غرامات من الذهب ب10 غرامات من الذهب أو الفضة أو أكثر أو أقل إلى يوم مثلا أو أكثر دقرم طلا بدأ بدقرم طلا إلى آخر أي باشا كابراني سيد ممكن بيجي أمروي كتو أروي بانك أروي دوكان مثلا كارت أكيشي كارت أكيشي تا أم بولنت قال في أفكار شاهد ساعتي كي قرق بي شتي كي قرق بي أما والله على متر حرجو لا بأس أميانا أم بشي فول وارناو كارتا تو كأي كيشي اتريقة أنا نيسا فعاليتي كي إني لازم ديجيتالي هرشي يكس تابروها تبع وإن شاء الله مسألة كيني شنو حاجتي كي عامة ومسألة كيش توش كيشاوت التحويلي كابرار داوة أنا مزاني وري حسيبي ومسألة كيني إن شاء الله تعالى. وهذا التعامل أيضا محرم وممنوع أميش حرام وممنوع أرزمان كالأصل اللي لا تسليم بونا تسليم شو خوشي شو تسليم بلام تسليمي صحيح نا تسليمي تندروانا ونا حاليانا وابزاني مسامة دينة هاتشي علمي دينية بيش بيجي دينية من تسليم من تسليم قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالم بابا أما تسليم يا مجهالته شرع وانا يجي علماء الدين يجينا وانية أخوتو يجي تسليم علماء لتو تسليم ترن زانان لتو تسليم ترن زانان لتو أقادار ترن هاتشي علمي دينية جي واه تو خد بأوان لعلم ترن زين لأوان. هذا التعامل أيضا محرم وممنوع لوجود معنى الربا فيه حقيقة وإن لم يكن ظاهرا. ها أنا ممكن هذا وجد كوا من كيلو إيكا كيلو إيكا إدمو معنى الربا هاتيا رباك كامل نساء إيسا كوا أميك من إيسا تحويلي توي أدم إيسا أدسد أكوي نوعيق نفعي بيشترد كذو تامنك سوحا دسم أكوي تو حاليا لنفعي أمكالا أم روجة استفادهك من روجة كتر استفادي ليك يعني نوعك تفاضلك هركوت كبين ها. فإن للحلول فضلا على الأجل حلول أويك وإيسا تحويلي كابرا أدريتو على الآن تحويلي أجري فضيلتي هزسرتي أجل تو كيسا عمرو أم قال اخو تاجر كدور الاستفاده ليك من عند دور رجحتش عليمن. فيكون في ذلك زياده في احد العوضين وهو المدفوع حالا نتيجه وكوس زياده دانيا بليك لدو عوضك مش كان يعني اوسك وايس حالا درياقه تحويل تو استفاده وبهره برداري دور رجي بيشتري رجي بيشتري لو قال تاهي نعيشي نفع. وقد دل على هذا المنع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق ولا تبيع منها غائبا بناجز لم كالاني شيء هيتشيكي غائبي بشتك وحاضرا نفرش أه. الغائب هو المؤجل والناجز هو الحاضر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أمي شيء إجماعي لسرها تأمي أنا حتى ابن عباس يجمع ربا زاني أم بيعي نساء يعني رباي نساء أما إجماعي لسره هيك كسي العلماء خلافي لسريني. وقد دل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر مثلا بمثل يدا بيدها أبي برابر بي أولا تماثل إن جاء يدا بيدي دز ودز بي. وجاء أيضا في حديث عبادة رضي الله عنه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أها أجر طلا لقل نقر دريا أجر جو لقل قنم دريا أجر نمك لقل برنج دريا صنفكان مختلفو بيعوا كيف شئتم ولبشرتتي يدا بيد بيت يدا بيد هوا ما دام علتك مشتركة طلا لقل هم علتي خوي كثمانيته تعام كان لقل هم علتي خوان كثمانيته شيء تعنبون. معنى قوله يدا بيد أي مقابضة يعني توبيدي أو يجبيدا قبضي كان بحيث يسلم كل من المتعاقدين البدل الذي في يده في مجلس العقد وهذا يستلزم الحلول غالبا يا بأتو أنا بيجي يسلم تسليمي كابراكا تسليمي كابراكا بيدا بي
دو طرفك أم تسليمي أبيك أو تحويلي باب تحويل بقدر أو تسليمي أبيك تحويل بقدر لمجلس عقدك يا أم يشم مستلزم حلول غالبا هذا يستلزم الحلول غالبا أما مستلزم حلول حلول يعني شيء حلول يعني أجلي تنخي أجلي تنخي نيجي صحة نيجي ساعتك نيجي أمانة بيجن حلولين حاليا على الآن تحويلي كابرا يبا واضح برا ربا اليدي سوى من ربا يد اصطلاحا وهو أن يبيع ربا اليدي وهو أن يبيع المال الربوي بآخر فيه نفس العلة دون أن يشترط في ذلك أجل بنفس العقد ولكن يحصل التأخير في قبض البدلين أو أحدهما عن مجلس العقد بالفعل فرقي بين ربا اليد لقل ربا النساء تنهى فرقي أمسا لربا النساء تو وعدد عني يجي مثلا صوحة دو صوحة لربا اليد وعدد عني ولي بالفعل تقابل سورة ناقري هل يبوي ونساء تو أما تحويل دان تو أروي تاتي تو نيم ساعتي بي اتشي بومبيري وعديكي شدانا بيجي ساعتي كتر أما بيجن ربا الشي يد يعني يد بيد نكريا أو كيتر أجلي دياري كرا ولأما كيتر أجلينيها ربا اليد هو أن يبيع المال الربوية بآخر فيه نفس العلة فيه نفس العلة إلا دو دانبون يكتعم دو ثمانية دون أن يشترط في ذلك أجل بنفس العقدها شرط دانان ري بيجي شوار روجيتر أوان ده بو عقد شرط دانان ري ولكن يحصل التأخير في قبض البدلين أو أحدهما عن مجلس العقد بالفعل بلام تأخير سورة دقري تأخير سورة دقري لكي لا أويك يوكي لدو بدلك قبض بكري تأخير تيا سورة دقري بفعل نا بشرطي أجله مثلا أريد دوكاني كي تلا فروشي تلا كي بي فروشي تو توابو ريا بي كاريو أو اندتما كي تماشا كا مثلا كي تماشاك على الآن فلمني اللي دغلك يا إذا تخا صبر بقرة أرملو دكانه بوتيرم دكانه كي أولايني ترى معملش توابوه ليك جابونه مجلس عقد توابو رياتو بو أنا كي يتنار ربا دوبارة شيء دوبارة لأنه وسيقة كو معملك تكرار كنو يا تك يا بروي مثلا إسا قريش تك يا نروشتي دوبارة برا لأنه معملك أكينو شونما إنك تيكوت أو ودليل هذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه السابق إلا هاء وهاء أي خذ وخذ وهذا يعني وجوب التقابض فعلا في المجلس يعني أوكي لمجلسها تقابض بكري ما يعتبر جنسا واحدا وما لا يعتبر تشتانك بجنس واحد بحسيوشين وتش اشتاني كيش بجنسي واحد حسيونان يعني شي جنسي واحد حسي وكري كأبي مثلا تفاضلت يا روندا جنس نعلت مثلا غنم جنسه شعير جنسه ملح جنسه مثلا جو كيس الشعير جنسه او جنسه التي لما نطعم بو اذا تششتك جنسي واحد حسي بك اجر تو دات ب او اشتكيتر نابي تفاضلت يا سورت بقري وضع الفقهاء قاعدة لمعرفة ما هو جنس واحد وما ليس بجنس واحد فقهاء قاعديك يندان ياغ بو ناسيني اويك تشكالايك جنسي واحد حسيب بي تشكالايك جنسي واحد حسيبنا بي فقالوا كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان هردو شتيك لاسم خاصة لأصل خلقتي أنا مشترك بون أو جنسيكي واحدة اسمي خاص إذا كنت مثلا يجيتي أطعمة أما اسمي عامة ولي جنم اسميكي خاصة برنج اسميكي خاصة الآن أردي برنج وبرنج أمانة شين لأصل خلقتها يكك اسمها المشتركة
بعما أرديسي أو كيتر برنجة داني برنجة. فس كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد، وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان برنجو كنم دو جنس. والمراد بالاسم الخاص ما يميز الشيء عن الاسم العام المشترك. منزل لاسم خاص أو يكوى أو شيئا لاسم عام مشترك تميز بخشي. فكلمة تمر اسم خاص، كلمة تمر اسم خاصة، يميز نوعا من الفاكهة والثمر عن غيره مما يشاركه في الاسم العام وهو فاكهة أو ثمر. تيجي ميوجات الآن يكلا ميوجاتي كشاد تنها ميوجبي والله عالم يكلا ميوجاتي هم ميوسو هم طعامه هم بو خوشي أخري هم بو طعام خرماس فضيلتي خرمان لسل ما باقي إن كان هم ميوس هم طعامي. الآن ميوجات خب خرماي جيا كردو أما بيوترا چي؟ بيوترا جنس. والمراد بأصل الخلقة هيئته التي خلق عليها، فلا يكفي الاتفاق بالاسم بعد الصنعة أو التحويلها. دواي صنعة تحويل شتيك ولا أصل شتيك ترى مثلا اسمي كتريز توبيري بدزقاو بصنعة بأوانة تغييري بي اسمي يسا أو شتيتري لسر إطلاقي يا بنوع تحويلي كي تغييري بي اسمي أو لسر إطلاقي نا أما أصلي شي أصلكي أصلكي برنجبو نا تواني يسا بيجي أما هم جنسي قنمة مثلا حاولو توقو قنم دروس تكلو مثال يجب برنجي هندي بلاستيك أصلكي بلاستيكة بعض اللي برنجان برنجكان هن كجن بلاستيكن بعض هيك يسنا زين كامل با بودزقا خاص كرياجة ناوي يسنا رياجة برنج اللي أصله كي تيا شتي كيتر أما هم جنسي برنجني أو كسي بوي دركه بك واقعا برنج نبو ماكاروني بو مثلا هاي ده يسا هز بلاستيك نيا ماكاروني مثلا خاص ين كرياجة برنج مثلا فالذهب بأنواعه جنس واحد طلع بهرشي أنواع يسها بيسو هجد بيسو شوار عيار بيسو يق عيار هجد عيار بيشتن عيار بيسو شوار يعني تر خالص أماني يق جنس. وكذلك الفضة هل وكو أو يشير النقرة. والتمر بأنواعه جنس واحد وكذلك الزبيب يعني زبيب يعني وهنقولي وشكوكريا كشميش. والحنطة بأنواعها جنس واحد وكذلك الشعير. وكل ما له رطب ويابس كالعنب والزبيب والرطب والتمر فرطبه ويابسه جنس واحد. هر شتيكي تريش هم تري هسو هم وشك وكو خرماي رطب وتمر خرماي وشك وكو عنب هنجور وزبيب كشميش أمانة تروشك كي يك جنس. فاز آية دروس تأيسا رطب خرماي ترو تازا بدين بتمر بخرماي وشك أما يك جنسن أبي شي أنتيا مراعات بكري تماسلي أنتيا مراعات بكري يدن بيدن شي أنتيا مراعات بكري مراقب بنرب الفضل تبكوي ونرب النساء تكوي ونرب اليد تكوي دي بلام لرا خرماي تر لقل خرماي وشكا بكيل وقت تحسيبي أنا كي حتى بوزنيش كوقت تحسيبي أنا كي فرق يانس بويه تماسل لبيني خرماي تر وخرماي وشك فقد لحالتي وشكي امكان فزيره وي خرماي تر بخرماي وشك نافروش ريت شون تماسلتي انا شي امكان فزير ني ام ترو وقت وشكا كما كاتو او وشكا دو برابري وسولي شون وشك بو كم دياره. بس جنسي واحد وما تفرع عن اصل يعتبر الا لبيعي عرايادا كايخوينين استثناء كراوتو. وما تفرع عن أصل يعتبر مع أصله جنسا واحدا ها شتيك يج لأصلك تفرع فرع بوته لو أصل جيراوة لقل أصلك أي بجنسك واحد حسيوتين مثلا فالحنطة ودقيقها والمجروش منها كالبرغلي كلها جنس واحد. مثلا حنطة جنم ودقيقها أردي جنم والمجروش مجروش جنمك نيم كوب كرياو أكو آسيا ودسيا كان هن قال ما كمية أهار الناي كنا أردي أرد نيم وردي عن كرجة ولا كامل نوقع أرد هروه المجروش هر بروش 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 بيجن جيبيجن
إما زواني ما يجين ولوش ولوش بيجين حرام مجروش أسا هل يكلم ليك كواتن برويش منها كالبرغل برغل همان شيء همان داني نيمكو كرياي يا أردنا شدة كلها جنس واحد وما أنا همي جنسي واحدا ده إساءة قنم دروس بدي بأرد شونك تماسولة كيتيا مشخزنية دروزنية قنم ناتواني بدي بأرد على بي شونك بي تماسول لبيني أنا بيت ولي قنم وأرد مشخزنية تماسولة كي شانيك ممكن أم قنمة واندا أردي لنا بيتو واضحة. ولحوم الحيوانات أجناس مختلفة. الآن لحم حيوانات قشت حيوانات أجناس مختلفة. فالظأن جنس والمعز منه. ظأن معز يك جنس. بزن مر يك جنس حسي أوكري. قيناك. والبقر جنس والجواميس منه. بقر قاومش هردوي ويكو جنسك. ولحوم الإبل كلها جنس واحد. قشت وشتركاني شمو يك جنس. ولا فرق بين أن يكون اللحم أحمر أو أم أبيض فرقناك قوشتك سبيبيا سوربت فهما جنس واحد يعني مثلا إذا حيوانك مرة يكسر بالرياء وقوشتك فرسك نازعن سوربي أو كيتر سبيبي ما دام جنسك يكيك بي جنسكانيا أما مر لقل بقر دو جنس مريجي لقل حيوانك يتر جنسك جنسي دو جنس ولا فرق بين أن يكون اللحم أحمر أم أبيض فهما جنس واحد ويدخل ما فيه ما خالته من دهن أو لاصقه هم چنين بيوبازي كوا چربية كوا معمولة قاتي قوشتة جيانية أو جارب وكو قوشتة كحسيوة بقيناكا معمولة دسة چربياتك كدهن الظهور والجوانب والصدر أما الشحم الذي يكون في البطن فهو جنس آخر غير اللحم أما إصطلاحا بزيك جياكار بي دماء إصطلاحا كجياوازة بوخوي أو جنس كيتره وكذلك الألية همشيني ألية يعني باسن راني حيوان كقوشتي كي نرمي تايبته أميشا فرقك جنس كي تايوتي عن جياكار تسولي أميشا يجن أميشا بوخوي جنسك ألية بوخوي جنسك فهي جنس غير الشحم واللحم أما جنسه غير شحم ولحمة وكذلك السنام البعير جنس مستقل كوهاني وشتريج جنسي مستقل وكذلك الأحشاء همشني أحشاء أحشاء يعني شيء أويوا لناوسك اصطلاحا ناوسكي حيوان كبارة لك الكبد والتحال والكرشي كبد وتحال كذا كرشي أو ريخولي كبو كلو باتشو اشتستفادي ليك اصطلاحا شيء بيجندر أي أول فهي أجناس مختلفة فيما بينها أما إن شهر كامي جنسك مختلفة ومختلفة عما سبق من اللحم والشحم والألية لقل أو كان يتريش فرقك أما إن شبخي عن جنس فس كبد لقل كبد تحال لقل تحال كرشي لقل كرش كرش هرقي هرقي بيجن هرق وفروع الأصول المختلفة الأجناس أجناس مختلفة كأصولها فروع أصول مختلفة الأجناس أجناس مختلفة كأصولها مثلا فدقيق الحنطة جنس ودقيق الشعير جنس آخر وأن يبجي هردوي آردن نا آردي قنم جنسك آردي جو جنسك بس كجنس جو جنسي مختلفون أتواني بالتفاضل بيان دي بيكتر كيلو آردي جو بدي بدو كيلو آردي قنم بالعكس يبكروا شون معمولا قندم أرزشي فرتبوة قديم هذه سفر خي كلمين وخل العنب جنس وخل التمر جنس آخر سركي هنجور جنسك سركي تمر يعني خرما جنسك بوكو وكذلك الأدهان همشين رونكان روغنها التي تعد للأكل أو الدواء كبو خواردن يا بو درمان بكارجيرين يا زخيرة أكلين يا أرحال دايان أنين فهي أجناس كأصولها المأخوذة منها وإنش جنسائك مختلف وكو أصلكان يعني. وكذلك الألبان أجناس مختلفة شيركان جنسائي مختلف فلبن الضأن والمعز جنس واحد وكو شون قوشتك يعني يك جنس مرو بز يك جنس شيريا ولبن البقر والجاموس جنس واحد مانقاو قاوميش يك جنس وألبان الإبل جنس واحد بس توتواني كاسي الشيري وشتر بدي بدو كاسة شيري مانغا مشكلة يقني ولي بي يدن بي يدن بيت وبيض الطيور أجناس مختلفة حسب أصولها همشنين
هلكي حيوان كانج بلور كانج أو أنش جنسها مختلفة. هلكي مامر لقال هلكي قول لقال هلكي شيء شيء تواني بتفاضل بياندي. أما شو الشروط وشتيات يا ظاهرا توضيحك مفصلة بتاعي رابز بي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.